قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مبين. نعم، الله يقول العلماء قاعدة: لا صغيرة لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. لا كبيرة مع إيش؟ مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. إيش يعني لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار؟ نعم، أحسن. يعني أن الكبيرة، الذنب الكبير حتى لو كان كبيرا، لكن إذا تاب منه العبد، استريح، إذا تاب منه العبد وأناب إلى الله فإن الله يغفره. وإذا كانت المعصية صغيرة ولكن العبد أصر عليها ودائما يسويها مستهترا، فإنها تنقلب إلى إيش؟ تنقلب إلى ماذا؟ تنقلب إلى كبيرة، تنقلب إلى كبيرة. لو افترضنا مثلا، لو افترضنا لأن إخراج الركبة معصية صغيرة، معصية صغيرة، لو افترضنا هذا، إخراج الركبتين معصية صغيرة، صاحبنا هذا كل يوم يروح يلعب، نطلع إيش؟ نطلع أركعة 5 مرات وعشر مرات ومات في الملعب وهو طلع أركعة، إذن هذا مصر ولا ما مصر؟ انقلبت المعصية الصغيرة إلى إيش؟ انقلبت إلى كبيرة، انقلبت إلى كبيرة، كانت في البداية صغيرة، هذا لو افترضنا أنها صغيرة، واضح؟ فلا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. هنا يذكر النابلسي يقول: ورد اسم الله الغفور بثلاث صيغ كما بينا: بصيغة غفور، وبصيغة ايش يا خطاب؟ وبصيغة غفار. حمزة، بصيغة ايش؟ قم واقف. وبصيغة ايش؟ غفور. وبصيغة غافر. أحسنتم، غافر وغفور وغفار. والإنسان يكون ظالم وظلوم وظلام. الله عز وجل قال في بعض هذه الصفات: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم إيش؟ فمنهم ظالم، هناك إيش؟ هناك غافر، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قال عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان إيش؟ إنه كان ظلوما. وهناك رب العالمين إيش؟ غفورا. فكل صيغة من صيغ المغفرة تتناسب مع صيغة من صيغ الإيش؟ من صيغ الظلم الإنساني. فصيغة غافر تتناسب مع صيغة ظالم، وصيغة غفار تتناسب مع صيغة إيش؟ ظلام، وصيغة غفور تتناسب مع صيغة ظلوم. ليقول الله لك يا أيها العبد أنك كنت ظلوما أو ظلاما أو ظالما، إن رجعت إلي فأنا غافر وغفار وغفور. وهذا منتهى اللطف الإلهي لهذا العبد الضعيف. نعم، يقول أيضا من اللطائف، يقول بأن هذا الاسم ورد بصيغة الماضي، ورد بصيغة المضارع، وورد بصيغة المستقبل. ورد اسم الله الغفار بصيغة الماضي، وبصيغة المضارع، وبصيغة المستقبل. ليقول الله لك
يا أيها العبد فعلت الذنب في الماضي فأنا أغفره لك، وتفعل الذنب الآن فأنا أغفره لك، وإن فعلته في المستقبل فأنا أغفره لك، بشرط أن تكون أن تريد مغفرتي. إن كنت تريد مغفرتي فأي ذنب فعلته في الماضي أو في المضارع أو في المستقبل فستجد الله عز وجل إيش؟ غفورا رحيما.